السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا خامس درسنا، الدرس الثالث في الوحدة الرابعة، جمع الكسور والأعداد الكسرية. في جمع الكسور في عنا حالتين يا خامس، رح نتعرف على الحالة الأولى. إيش بتحكي لنا الحالة الأولى؟ إذا كانت المقامات متساوية. إذا كانت المقامات متساوية، نشوف شو بصير إذا كانت المقامات متساوية. واحد، نجمع البسط، نجمع البسط، لاحظ يا خامس، نجمع البسط ويبقى المقام، ويبقى المقام كما هو. هاي القاعدة الأولى، نعيدها شوي شوي. إذا الحالة الأولى يا خامس، إذا كانت المقامات متساوية زي بعضها، شو بنعمل؟ بنجمع يا خامس الباسط ويبقى المقام كما هو. يلا ناخذ مثال يا خامس ونطبق عليه هذه القاعدة. شو بتحكي؟ لو أخذنا المثال الأول، 3 على 8 زائد 4 على 8، هل تحقق الشرط الأول إن المقامات متساوية؟ نعم، 8 و8 مقاماتها متساوية. بما إن المقام متساوي، الخطوة الثانية نجمع البسط. يلا وين البسط؟ الثلاثة والأربعة، نجمع 3 زائد 4 7، تمام؟ ويبقى المقام كما هو. إذا ما هو المقام؟ 8. إذا مرة ثانية، نجمع البسط إذا كانت المقامات متساوية ويبقى المقام. هلا يا خامس، عشان نتاكد انه حلنا صحيح وانه المقام لا يجمع، بدنا نمثلها يا خامس على خط الاعداد. نرسم خط اعداد يا خامس، لا ينتهي من اليمين ولا ينتهي من اليسار كما تعلمنا عليه في اول درس. ثاني شغله، بما انه كل البسط اصغر من المقام، اذا هي كسور فعليه، اذا جميعها تقع ما بين الصفر والواحد. إذا بنحدده على خط الأعداد الصفر والواحد. ننظر للمقام يا خامس، المقام 8 في كل في الثلاث كسور 8، إذا بجزئ ما بين الصفر والواحد إلى 8 أجزاء، 1 على 8، 2 على 8، 3 على 8، 4 على 8، 5 على 8، 6 على 8، و7 على 8، والثمانية على 8 بتكون على العدد الصحيح 8 على 8 وتساوي 1. هلا بنشوف مين البسط أقل. في عنا البسط 3 والبسط 4، البسط الأقل 3، هاي الثلاثة بعينها على خط الأعداد. البسط الثاني 4، بما إنه الإشارة جمع، إذا نتجه إلى اليمين بهذا الاتجاه الخطوات، بمشي 4 خطوات حسب البسط الأكبر. يلا نمشي خطوة خطوتين، هاي خطوة، خطوتين، هاي 3، هاي 4، إيش الناتج اللي عنا؟ الناتج 7 على 8، إذا جوابك صحيح 7 على 8، إذا المقامات في حالة إنهم متساويات لا تجمع، وإنما نجمع البسط فقط ويبقى المقام كما هو. ناخذ كمان مثال يا خامس لتوضيح المعلومة وتثبيتها عند الطلاب. هلا يا خامس بدنا ناخذ مثال ثاني علشان تتثبت الفكرة عندك وتصير الأمور عليك سهلة. في عنا 2 على 5 زائد 1 على 5، أول شرط، هل المقامات متساوية؟ نعم، بما إن المقامات متساوية نجمع البسط 2 زائد 1 3، والمقام كما هو العدد 5، إذا 3 أخماس. نيجي نعينها يا خامس على خط الأعداد. أول شيء برسم خط أعداد مستقيم لا ينتهي من اليمين ولا ينتهي من اليسار. بما إنه البسط أصغر من المقام في كل الكسور، إذا أول عدد 0 والعدد الثاني 1. هلأ نتطلع وين البسط الأصغر؟ في عنا البسط 1 و2، طبعاً أنت بتطلع على البسط في إيش؟ في العد الكسرين اللي بدنا نجمعهم يا خامس. مين البسط الأصغر؟ 1 على 5. أول إيش المقام كم؟ 5. يلا نعين، 1 على 5، 2 على 5، 3 على 5، 4 على 5، و5 على 5 على الواحد الصحيح. إذا شفنا المقام 5، جزأنا بين الصفر والواحد إيش؟ 5 أجزاء، 5 5 3 أخماس 4 أخماس 5 على 5 على الواحد الصحيح. مين البسط أقل؟ الواحد. وين 1 على 5؟ هيها
بعينها على خط الأعداد. بما أنه الإشارة عن عملية جمع، إذا بنتجه إلى اليمين بهذا الاتجاه. كم خطوة حسب البسط الأكبر؟ البسط الأكبر كم؟ 2. نمشي خطوتين، هاي خطوة هاي خطوتين. كم الناتج يا خامس؟ 3/5. هاي الناتج عند تعيين نقطة الناتج، 3/5. إذا الناتج 3/5. إذا في حالة المقامات المتساوية يبقى المقام كما هو، ونقوم بعملية جمع البسط فقط. هلا يا خمس بدنا ناخذ أمثلة بدون ما نعينها على خط الأعداد، ناخذ أمثلة ونحلها مباشرة. مثلا جد ناتج ما يلي، جد ناتج ما يلي. مثلا 8/20 + 3/20. هل المقامات متساوية؟ نعم متساوية. نجمع البسط 8 + 3 = 11/20. المقام كما هو. كمان مثال يا خامس، نكبر الأعداد شوي، 15/50 + 10/50. بما إنها المقامات متساوية نقوم بجمع البسط، 15 + 10 = 25/50. هلأ يا خامس إحنا حكينا بدنا نجمع كسور وأعداد كسرية. إحنا اللي تعلمناه قبل شوي كسور بس تتكون من بسط ومقام. هلأ بدنا ناخذ إذا كان في عنا أعداد كسرية شو بنعمل؟ إذا وجد في السؤال، إذا وجد عدد كلي، إذا وجد في السؤال عدد كلي أو بين أقواس عدد صحيح، شو الخطوات؟ نفس الخطوات، نجمع البسط، نجمع البسط، تمام؟ ويبقى المقام كما هو. بس شو بدنا نضيف عليه يا خامس؟ إن إحنا رح نجمع كمان العدد الكلي ونجمع العدد الكلي. ناخذ أمثلة يا خامس على أعداد كسرية، 3 صحيح و2/10 + 5 صحيح و3/10. شو حكينا يا خامس؟ نجمع الأعداد الكلية، 5 + 3 = 3 + 5. بنحطها بمكانها اللي هو العدد الكلي 8. البسط بنجمعه 2 + 3 = 5. المقام كما هو لا تغيير عليه مثل القاعدة الأولى ويساوي 10. إذا جمعنا يا خامس الأعداد الكلية مع بعض، جمعنا البسط مع بعض، بس الخطوة الجديدة إنه العدد الكلي ويبقى المقام كما هو. ناخذ كمان مثال يا خامس عليه، مثلا 9 صحيح + 7/18 + 9 صحيح + 8/18. هل المقامات متساوية؟ نعم متساوية، تبقى كما هي المقامات نزلت. ماشي، نروح من هلا وين؟ على العدد الكلي، 9 + 9 = 18. نروح على البسط، 7 + 8 = 15. إذا هو ما في فرق ما بين الكسور والأعداد الكسرية إلا جمع العدد الكلي. نجمع العدد الكلي ونضعه في مكانه المناسب. خامس حتى لو أعطانا في المثال أكثر من كسرين أو أكثر من عددين كسريين نفس النتيجة. يعني لو أعطاني 3/30 + 5/30 + 6/30. ما في فرق انك تجمع 3 كسور او تجمع كسرين او تجمع 4 كسور. نجمع القاعدة واحدة، المقام متساوي 30، نجمع البسط 3 + 5 + 6. 3 + 5 = 8. 8 + 6 = 14. طبعا رح تسألوا يا خامس او رح تفكروا انت تحضر الفيديو انه بما انه احنا اخذنا كله مقامات متساوية، هل في مقامات غير متساوية؟ نعم، حصتنا القادمة بإذن الله تعالى اذا كانت المقامات غير متساوية شو رح نعمل. وإلى اللقاء في الحصة القادمة.